تعامل معي من قبل وصل إلى غرفة المخايا. أي أخبار من الجنود؟ وهو بكلمة حول الأمر. عظيم. أتعرف تلك المشكلة؟ المزيد من لست محتالا لقوم العمالقة ذوي الشعر الأصفر والأشقر الذين يتاجرون بالعبيد. لم أره بنفسي، لكن يبدو أنهم محاربون مخيفون من الشمال. لابد أنه من الأرمن. هذا الأحمق. يلا.